بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب المرور بين يدي المصلي. الحديث الثالث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله رسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور، ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتثبيت والتسديد والقبول في القول والعلم والعمل. قال رحمه الله تعالى: الحديث الثالث في باب سترة المصلي. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وعلى يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. هذا الحديث عقده المصنف رحمه الله من جملة الأحاديث التي أوردها، وهي أربعة في ترجمة باب سترة المصلي. وهنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد نهزت الاحتلام. طبعا عندنا هنا قضيتان أو مسألتان أو استدلالان من لفظين في هذا الحديث. أولها نبدأ من الثاني، وهو قوله: وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام. طبعا هذا في حجة الوداع، كما قال لنا يقول: أصلي بالناس بمنى، في حجة الوداع. وحجة الوداع كانت سنة 10 من الهجرة، وابن عباس قيل إنه ولد في السنة قبل الهجرة بثلاث سنوات، يعني تقريبا عمره في 13 و14. ونهزت الاحتلام يعني قاربت البلوغ. فائدة هذه الكلمة والعبارة، يعني أتى بها عبد الله بن عباس، هو ليبين أنه كان يعني لأنه حينما يكون بالغا أو قارب البلوغ، بمعنى أنه يكون مكلف، وأنه يعني تصرف هذا التصرف
طبعا غير مقصود طبعا، يعني انما يقول يبين الذي جرى، يعني انه كان رجلا او بالغا او مكلفا وتصرف تصرف، فهو كانه يقول، ولهذا قال: ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي احد. لان لو كان طفلا كما لا يعتبر عدم انكارهم شيء، لو كان طفلا كان إنكارهم وعدم إنكارهم لا يدل على، لكن لما يكون كبيرا وبالغا ولم ينكروا عليه، هنا تأتي الدلالة، بمعنى أن هذا الفعل لم يكن مخالفا أو لم يرتكب فيه عبد الله بن عباس مخالفة. ولهذا قال: وناهز الاحتلام وتصرف تصرف ولم ينكر عليه أحد. هذا هو فائدة أنه صرح بأنه كان قد ناهز الاحتلام. ناهز بمعنى قارب، ناهز بمعنى قارب، والاحتلام المقصود البلوغ، الاحتلام البلوغ. قال: أقبلت راكبا على حمار، حمار أتان، طبعا أتان أنثى، فالأتان صفة الحمار هنا، أو يمكن تكون أيضا بدل، بمعنى أنها أي أنه أتى على حمار أنثى، كان راكبا حمارا أنثى، ودخل بحماره في الصف أو بعض الصف، احتمال الصف كان طويلا، فدخل في أوله بحماره، ثم نزل من الحمار وترك الحمار تذهب ترتع، يعني تأكل ما ترعاه، وهو دخل يصلي مع الذين يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فكما قلنا هذا يفيد أن فعل ابن عباس قد أتى به أو أتاه وهو بالغ ولم ينكر عليه، لأنه لو كان محل إنكار لأنكروا، ولو كان صغيرا لما دل عدم إنكارهم على شيء، لأن الصغير لا ينكر عليه سواء أتى بصواب أو بخطأ، لا يدل تصرفه على أو الإقرار، لا يدل إقرارهم تصرفه على 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 حكم، بينما البالغ حينما يقرر تصرفه يدل على أنه لم يكن محل إنكار وأنه تصرف جائز. ودل كما قلنا على أن الحمار لا يقطع الصلاة، هذا استدلال على كل حال، لكن يأتي إشكال أو ليس إشكالا، إنما نزاع على هذا الاستدلال، وهو أن المأمومين هنا سترتهم سترة إمامهم، المأمون كما قلنا في الجلسة الماضية لا سترة الإمام، المأموم سترته سترة إمامه. وقيل إن الصف الأول سترة إمامه سترته، والصف الثاني سترته الصف الذي أمامه، وهكذا، فكل صف سترته الصف الذي أمامه. على كل حال سواء قلنا أن سترة الإمام للجميع أو قلنا أن كل صف سترته الصف الذي أمامه، يبقى لا دلالة في دخول الحمار بين الصفوف، لأن الصفوف هنا سترتها لسترة الإمام أو ما قبل إلى آخره. طبعا هم قالوا إن من أراد أن يستدل بأن الحمار هنا يقطع، لأن في حديث يقطع الصلاة الحمار والكلب والمرأة، وسيأتي معنا في حديث عائشة يقطع الصلاة الحمار والكلب والمرأة، وسيأتي الكلام عليه. ومن هنا قال إن هنا يدل على أن الحمار لا يقطع، لكن نازعوا السدلال لأنهم قالوا لا، إن هنا الصف سترته بمعنى أنه لم يأتي بين المصلي وسترته،
لأن المأموم سترته سترة إمامه كما بينا فيما مضى. قال أقبلت راكبا إلى حماية أثنى وأنا يبقى إلى آخره، فمررت بين بعض الصفي فنزلت فأرسلت ولا تأثرت ودخلت في الصفي فلم ينكر علي أحد. وأيضا من فوائد الحديث أن الإقرار إقرار النبي صلى الله عليه وسلم سنة من سنته، بمعنى أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال العلماء قوله وفعله وإقراره أو تقريره، قوله وفعله وإقراره. هنا لما لم ينكر عليه دل على أن يفيد يستدل به على أن من فروع أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الإقرار ما يقره، بمعنى يراه ويسكت. حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعلا من فعل أصحابه أو يفعل شيء أمامه ويسكت، هذا السكوت هو الإقرار، دل على مشروعيته. فالرسول إما أن يقول إما أن يتكلم وإما أن يفعل يتأسى به وإما أن يرى ويسكت. فهنا هو قال لم ينكر عليه أحد، طبعا المراد لم ينكر الرسول صلى الله عليه وسلم، والصحابة لا ينكرون إلا شيئا علموه من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة فعلهم ليس تشريعيا، أقوال الصحابة وأفعالهم ليست تشريعا، إنما هم من جملة المشاهدين. قول الصحابي عن الخلاف الحجيتي معروف في مباحث أصول الفقه، لكن عموما الحجية في الكتاب والسنة. أما الصحابة رضي الله عنهم لا شك لمقامهم ومنزلتهم والاستئناس بما يرونه، لكنه ليس سنة، السنة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا استدلوا به على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، لأنه كما قلنا الحمار مر ولم ينكر، مع قوله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يقطع الصلاة المرأة والحمار والمرأة والكلب في رواية الكلب الأسود، وسيأتي الكلام على هذا. في كلام لطيف للشارح نقف عنده، يقول في قوله نهزت الاحتلام، يقول ولعل قوله قد نهزت الاحتلام ها هنا تأكيد وهو بطلان لمروح إلى آخره، لأنه استدل على ذلك بعدم الإنكار وعدم الإنكار على من هو في مثل سن هذا السن أدل على هذا الحكم، فإنه لو كان في سن الصغر وعدم التمييز مثلا لاحتمل أن يكون عدم الإنكار عليه لعدم مؤاخذته بسبب وقال وقد استدل ابن عباس بعدم الإنكار ولم يستدل بعدم استئنافهم الصلاة لأنه أكثر فائدة، فإنه إذا دل عدم إنكارهم على أن هذا الفعل غير ممنوع من فاعله دل ذلك على عدم إفساد الصلاة، إلا وأفسدها لم تنع إفساد صلاة الناس على المار ولا ينعكس. طبعا لاحظ قوله وقد استدل ابن عباس بعدم الإنكار ولم يستدل بعدم استئنافهم الصلاة لأنه أكثر فائدة، طبعا بمعنى أن
لاحظ هو يقول استدل ابن عباس بعدم الإنكار ولم يستدل بعدم استئناف الصلاة، يعني ولم يستدل بعدم إعادة الصلاة، قال لأن يعني هو استدل بالإنكار بعدم الإنكار، يعني عدم الإنكار أوسع مما لو استدل، لو قال ابن عباس مررت ولم يعيد صلاته، لو قال مررت ولم يعيد صلاتهم أقصر دلالة من قوله لم ينكروا، لأنه لو استدل بعدم إعادة الصلاة كان دليلا فقط على صحة الصلاة، لكنه لا يدل على المرور، حكم المرور لا يدل على حكم، لو استدل وقال ولم يعيدوا صلاتهم لكانت دلالته قاصرة فقط على صحة الصلاة، أما لما قال لم ينكر عدم الإنكار له عدة دلالات، منها صحة الصلاة ومنها صحة المرور، ومنها صحة المرور، فعدم الإنكار أوسع في الأحكام وفي الاستدلال من لو قال فلم يعيدوا صلاته. هذا معنى كلام شيخ، وهو ملحظ فقهي دقيق أحببت التنبيه إليه. نعم. الحديث الرابع عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. أيضا هذا الحديث الرابع في أحكام سترة المصلي، وهو حديث عجيب ودقيق وأيضا له فوائد كثيرة جدا، منها أولا حال بيت النبوة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان على درجة من الحياة البسيطة جدا، وبل حتى قد فيها نوع من الضيق، والذي طبعا هو الذي يعني ارتضاه النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، ولو شاء أن تسير معه الجبال ذهب لسارت، ولكنه أبانكم إلا نقول كما قال أجوع يوما وأشبع يوما، وهذا بيته يعني لدرجة أن عائشة يعني لا يتسع لمستلقي ومصلي، ما يدل على طبيعة بيت النبوة والحالة التي كان يعيشها النبي صلى الله عليه وسلم. تعرف من أحواله أنه كان الحصير يؤثر في جنبه عليه الصلاة والسلام، ولهذا قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، يعني ظلام، بمعنى أنها لو كان فيه مصابيح كان ما أحوجت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يغمزها، وإلا كان تكف رجلها وتنتهي، لكن لما دام ظلام فهي لا تدري متى يسجد النبي صلى الله عليه وسلم لتكف رجليها. فالمقصود هنا وقفنا نحن عند طبيعة البيت النبوي وحالة العيش التي عاشها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع أزواجه وفي بيوته. قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنام يعني مستلقية، أنام بمعنى مضطجع مستلقية، بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، يعني كأنها نائمة هكذا والرجلين في
جهة والرسول صلى الله عليه وسلم مستقبلها، هي في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم والذي يليه رجلاها، ولهذا إذا أراد يسجد يغمزها حتى تكفها حتى يجد محلا لمسجده ومحلا لسجوده، مما يدل على ضيق المكان. والدنيا ظلام، ولهذا لا ترى النبي صلى الله عليه وسلم حينما يهوي، لأنها لو رأته لكفت، لكن لا تدري متى يسجد. وأيضا يدل على 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 يعني مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم لحال أهل بيته، بمعنى أنها لا تكاد تسمعه، لكن لو كانت تسمع مثلا تسبيحات الركوع وتسبيحات السجود يمكن لا كفت رجليها. والنبي صلى الله عليه وسلم يطيل صلاة الليل، يطيل في قيامه، فلا تدري متى يعني يسجد، والمكان ضيق. كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني. الغمز هو المس بالأصبع أو باليد، يغمزها حتى تكف رجليه حتى يسجد. وهذا يدل على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، هذا يستدل به من يقول إن مس المرأة لا ينقض الوضوء، سواء كان لشهوة أو لغير شهوة، سواء كان لشهوة أو لغير شهوة. ليس في الحديث بيان هل كانت الرجلان مغطيتين أو لا، لكن ما دام سكت فهي لا شك أنها لا 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 لا, لا يتحكم أحد ليقول لا أنها مغطى أو غير مغطى. فالأصل أنها أن 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 الاستدلال صحيح، معنى أنه يغمزها سواء كانت، افترضنا أنها أن رجلها مغطى، أن رجليها مغطيتان، أو أنها كانت عارية. كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني. وهذا أيضا يدل على أن المرأة لا تقطع الصلاة، أن المرأة لا تقطع الصلاة. وإن كان هذا يعني بعضهم استدل فيه نظر، لأنهم كانوا يفرقون بين المار والقار، يفرقون بين المار وبين القار، لأن القار أنت تستطيع لو تصلي الآن ممكن تتخذ آدم سترة، لأنه جالس صلي تجعل سترتك وتصلي، فقد لا يكون في هذا دلالة من كل وجه، لأنها مضطجعة ليست مارة. لكن هي استدلت به في مقام آخر حينما قالت جعلتك الكلاب، كنت أضجع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وكان يصلي وكان، لكن على كل حال قالوا لا، أن فرق بين القار والمار. لكن الصحيح على كل حال أن المرة لا تقطع الصلاة، وإن كان الحديث قطع مرة القطع صحيح، لكن فسر القطع بأنه نقص الثواب لا عدم الصحة، وهذا هو الصحيح أن لا تقطع المرة. وفي حديث الصلاة لا يقطعها شيء، الصلاة لا يقطعها شيء. ولما أحمد يرى أن الكلب الأسود هو الذي يقطع، أن الكلب الأسود والمرة في رواية مرة تقطع الصلاة، والحمار أيضا في رواية، ولكن الكلب الأسود هذا جاء فيه حديث بخصوصه، الكلب الأسود قال إنه شيطان، لأنه شيطان. وكما قلنا قبل قليل في قولها رضي الله عنها والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، هو نوع من الاعتذار، بمعنى تعتذر عن أدبها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول أنا يعني عذري أن الدنيا ظلام وأنا لا أدري متى يسجد النبي صلى الله عليه وسلم كي أكف رجلي. والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، وكما قلنا يدل على طبيعة الحياة النبوية والبيت النبوي والحياة في حينما
في وقت حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه بعد الفتوح توسعت الصحابة وتوسع المسلمون واتسعت البيوت وتغيرت الأوضاع. لكن ولهذا قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، بمعنى أنه فيما بعد استجلبوا المصابيح وأدخلوها البيوت، بمعنى أن الله وسع عليهم وتحسنت حالهم فأصبح في البيوت مصابيح. وأيضا من دلالة الحديث جواز الصلاة إلى النائم، أمامك أحد نائم من أولادك أو من أهل بيتك وصلي وهو نائم، لا إشكال في هذا، صلي أمامه وليس فيه ما يمنع. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى وعائشة نائمة بين يديه، نائمة بين يديه أو نائمة في قبلته. فهذا يدل على الحديث، دلالة الحديث على هذا ظاهرة. والله أعلم، صلى الله على محمد وعليه وصحبه وسلم.